Paparazzi. Paparazzi. عالسلامة، انتم على EFM وهذه Paparazzi. أنا أخت صقور، أنا أخت المرأة الريفية، أنا بنت صقور ووالدي هم في دور الرعاية. أنا أم صقور، أنا أم طفل الشارع. من أنتم؟ هذوما من الجماعة اللي انتخبناهم باش يكتبوا لنا الدستور، محرزية العبيدي ونجلة بوريال. والله يذكروني في الكواسر والجوارح مسكينة. وزيرة المرأة سيهام بادي، هاي هذيك متاع الصبات. ماي بادي يور بادي أقوى وزيرة في البلاد. ماي بادي يور بادي ماي بادي مش عادي. محبوا جيبوها على برا. سيدتي الوزيرة، ولم تكوني على الأقل تدير الأزمات، بل كنت سببا من أسباب الأزمات، وشكرا. لم يكن في خطابك إقرار إلا بالعجز، لذا أدعو زملائي لتحكيم ضمائرهم وللتصويت أمام هذا الإقرار بالعجز مع سحب ثقة منكم، وشكرا. قد ما عملوا بالمعارضة طلع جهدهم على فشوش كما يقول المصري. أما اللي محيرني اللي صحوا على لائحة اللوم اللي حبوا يخرجوها 73 واللي صوتوا نهارة الجلسة 70. تيوني وشاو التلافة الأخرين. نختموا باباراتزي اليوم بإعلان للي يحب المغامرة ومغروم بالصيد، اللي عمره باعه ويحبوا يقولوا عليه بطل، يمشي تو لقليبيا. بعد هروب ثلاثة نمورة من السرك في الحمامات في اللشرة اللي فات، جاء الدور المرة هذه على قليبيا. أما المرة هذه مش ثلاثة نمورة، أربعة بالتمام والكمال. وحسب مصادر أمنية ذكرتنا اللي عملية هروب الأربعة نمورة هذوما جات بعد من سال عساس ما سكرش الباب عليهم. لواحد لزوز أربعة نمورة يا بوغل. والسيد اللي خلى باب قفص السرك محلول، بالك يسخيلهم جاي جيت باش يصرحوا سكين. يزيكم اليوم نتلقاو في دوسيات جدد في باباراتزي على EFM. Paparazzi. Paparazzi.